معتز مرحبا بك. الله يبارك فيك أجود. وحشك اخويا. حتى انا. انا من قلبك ياك. طبعا من قلبي. الله يودي. ندوي على اخر عمل ليك الحنينه لمويمتي. حنينه مويمتي. اول حاجه انا كنعرف العلاقه ديالك مع الام ديالك، عمرها طاحت لي في راسي انه غادي تكون عندك ديك القوه انك غتغني على الام ديالك وغتطلع معاك في الفيديو معتز. وهي صراحه حتى هي ما كانتش عارفه بلي انا غادي نغني على الام. لان الاغنيه في الاصل اللي وصلتني عند فاتحه بن باشير كنوجه لها تحيه، وصلتني موضوع ديالها كان ديال الحب، ولكن انا حسيت ان اللحن خصو كلام واحد اخر، فبدلت الكلام على موضوع ديال الام. وكنت دائما انا ضد ان الاغنيه الام تكون حزينه، فقررت اني نصدرها بهذا الشكل هذا باش في نفس الوقت فرح الناس وفي نفس الوقت تكون زعما تبقى بالنسبه لي انا حاجه فرحيه، تبقى لي اغنيه ديال الام وفي نفس الوقت تكون فرحيه نغنيها في اي مناسبه. ظهور الام ديالك معاك في الفيديو كليب ما كنتش عارفه الصراحه، قلت لها غادي نعملوا سيلفيات غنزلهم في ستوري الانستغرام. صافي ملي صورناهم هي نسات، ما سولتنيش زعما واش نزلتيهم ولا لا. صافي قلت لها دغري على ود الانستغرام، وحتى تفاجات ملي شافت الكليب وسمعت الاغنيه في وقت واحد. يعني هي ما كانتش عارفه انا كنوجد اغنيه على الام، وما كانتش عارفه بلي هذاك كليب، وحتى شفته. عجبتها الاغنيه معتز؟ هي صراحه تصدمت، لان اول مره كتكون صدمه، خصوصا ملي كتسمع الكلمه ديال الاغنيه وكتسمع اللحن وداك الشكل، لان بنادم خصو وقت باش يستوعب. يمكن المشاهد العادي كيشوف اغنيه الام وكيتفاعل معها كيعرف كيفاش، ولكن الام هي اكثر وحده كتحس بك، فعارفه داك الشيء اللي غنيتيه كيفاش وعلاش والى اخره. مهم معتز انك تغرد خارج الصرف دائما. ماشي بالضروره كنشوف راسي باللي كنعمل هذاك الشيء اللي كنحسو والشيء اللي كيروقني، وفي نفس الوقت كنراعي الناس وكنراعي الذوق العام ديال الناس، وما كنعتبرش انه كاين سرب. لا كاين سرب، نقولك علاش. لانه في النهار ولا في الوقت وفي الاسبوع اللي الفنانين المغاربه النص ديالهم كيخرجوا اغاني على الحب، على الغرام، على اللي كيعاتب الحبيبه ديالو، على اللي كيقول لها كنبغيك، انت جيتي كتغني على الام، هذا راك تغرد خارج الصرب. الا كان هو هذا الحساب فمزيان، فكيتحسب لي وانا فرحان به بزاف، لان بصح هذه يمكن اول اغنيه في المشوار ديالي، هذا اللي كان المشوار المتواضع كيف ما كيقولوا، اول اغنيه اللي كيجتمع عليها كاع الجمهور. يعني كتجبر اغنيه كتلقى هذا ضد هذا، مع هذا ما عجبوش الكلام، هذا ما عجبوش اللحن، هذا ما عجبوش التوزيع، ما عجبتهمش الفكره، ما عجبتهمش الكليب. مي هذه اكثر اغنيه اللي لقيت ان كل شيء اجتمع عليها، ماشي حيت بعض المرات كنقول على راسي يمكن حيت على وجه الوالده. كنقول بعض المرات، ولكن بعد كنشوف تعاليق بزاف وكنقراهم كاملين، اكتشفت ان هي توليفه جديده، اغنيه كتغنى بالام بمصطلحات مزيونه، زعما كنظن انها مزيونه على لحن خفيف وتوزيع خفيف، فهي وصلت لقلوب الناس، جاتهم سهله يدولوها. انت عارف انه الجمهور العربي العالمي المغربي جمهور غير وافي، كاين صدغيا. وعلاش كتخبر على الجمهور معتز؟ دائما كتلقى كنقول علاش اخويا كتخبر، علاش كتخبر، علاش كتخبر، في الوقت اللي كاينين الناس ما نقولش ما كيستاهلوش، ولكن ما كيوصلوش حتى 5% من الموهبه ولا من الحضور ديال معتز ابو الزوز، كاينين وحاضرين وكيكونفيرميو راسهم وكيقولوا انا كاين وانا حاضر. انا كاين كنكونفيرميها بالاعمال ديالي اللي هي الطريق الاصعب، لان انا كاين كتفرق ما بين انا كاين ب دو 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 لوك 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 دا 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 دا، كنهضروا في اي فين مكان، كنحضروا فين مكان، كنتواجدوا فين مكان، كنتصوروا فين مكان. انا بالنسبه لي هذيك الطريق ممكن انا صاحبها يقدر يجيب نتيجه او لا كيجيب نتيجه، وبالنسبه لي انا الطريقه ديالي اللي كنستعمل بالنسبه لي انا حتى هي كتجيب نتيجه. اخر سؤال غنسولك هو فين هو معتز من الاغنيه الخليجيه، لانه صوت معتز يتماسى مع الاغنيه الخليجيه بواحد الشكل فظيع. صراحه كنغني اغنيه خليجيه في الحفلات ديالي، ولكن باش زعما كنظن اغنيه تكون خاصه مده هذه سنين يمكن ما عملت اغنيه خليجيه. كنظن ان الاغنيه الخليجيه خصك زعما ما نعرف تسوق لها من الخليج او تلونسيها من الخليج، وفات ساعه احنا الحمد لله اغنيه مغربيه مزدهره، وكاع المشارقه والخليج كيغنيوا اغنيه المغربيه، فيمكننا داك الشيء اللي نحقوها من خلال الاغنيه الشرقيه ولا الخليجيه نحقوها بالاغنيه المغربيه ان شاء الله. شكرا بزاف، ولكن كنت مقلق مني اسمح لي، حتى انا كنهضر من قلبي مع الجمهور وعارف هذا الشيء، كنت مقلق مني اسمح لي. شكرا جود. ورساله للناس اللي كيشوفونا. شكرا جود، وتبارك الله عليك، ودائما متألق ودائما مشاهد، وكنتمنى لك نجاح دائما.